السلام عليكم متتبعين، كدير لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم جيت نصايب معكم الحامض مرقد، وهذا هما المقادير اللي عندي. عندي هنايا كيلو ديال الحامض بلدي، عندي الملحة، هنا عندي زيت العود. هادشي اللي غنحتاجو. نبداو بسم الله. هذا هو وقت الحامض، نستغلوا الفرصه ونصوبوا ونرقدوا بيدينا الاحسن. غادي نحيد له غير هاد الواشه ديالو من هنا، ونضربوا هكذا على اربعه. هذه الطريقه بحال هكذا. نديروا فيه شويه ديال الملحه، على حسب الملحه ماشي بزاف، حيت الملحه هي اللي كتعاون باش يبقى يصبر ويبقى مزيان معانا، يصبر حتى لمده عام وكثر. داكشي علاش خصنا نديرو الملحه. كنديرو له الملحه بزايد، علاش؟ باش يصبر معانا، باش يبقى حتى لمده عام. هانتوما كي كتشوفوا وكثر عاد. انا غير باش نعمر هذا الفراغ هذا اللي هنا، ما يمكنش تجيني حامضه كي كتشوفوا. انا غادي نقدر نحل هكذا، كل واحد كيفاش بغى يرقد. اللي بغى يخلي الحامضه على ثلاثة، اللي بغى كل واحد كيفاش بغى يدير لها. خصنا ضروري نزيرو الحامض وحنا كنصوبوه. نهبطوه لتحت، باش نعمرو داك البلايص اللي خاويين، ما نخليهمش خاويين. هكذا بحال هكذا، كل ما بركنا عليه كيخرج داك الماء ديالو، هو فيه كنرقدوه صافي. عاود هذه انا قطعتها على اربعه كي كتشوفوا. هانتوما كتشوفوا الحامض البلدي دابا، هذا هو وقته. كنعمروها هكا بالملحه بالطريقه، عاوتاني كنحطوها. ما حطينا شي وحده نبركو عليها مزيان. انا غادي نكمل بحال هكذا. هذا هو الحامض بعد ما كملته. انا كله درت ليه الملحه وكنضغط عليه مزيان. ها نتوما كتشوفوها هو كبدا يطلق الماء. ها هو هذا غير الماء ديالو، انا ما درت ليهش الماء. وغير في هذا الماء راه غادي ان شاء الله من بعد غادي يطلق الماء مزيان، غادي يولي عامر عليه الماء. صافي ما كندير ليهش الماء، كيبقى غير في كيترقد غير في الحامض النيت. وكنديروا ليه شويه الزيت العود من الفوق باش ما كيضيعش. صافي هاد الزيت الدور ديالو كيحافظ عليه، كيبقى مده طويله ما كيوقع له حتى شي حاجه. وكنسدو عليه المغطيه صافي. هكذا نقدروا نحتفظوا به واخا حتى لمده عام. وهذا هو انا دابا سبق وصوبت هذا عندي من العام اللي فات. هانتوما كي كتشوفوا انا كنت دايره ليه بلاستيكه بحال هكذا ومرقداه باش تشوفوا النتيجه ديالو. الشكل النهائي ديالو هو هذا، هانتوما كي كتشوفوا هو معسل. هانتوما كتشوفوا هو باقي مزيان. ها هو داك الماء ديال الحامض ديالو بحال معسل. هانتوما كتشوفوا معلق معسل، نقدروا نديروا به اي حاجه.
هذا هو الشكل النهائي ديال اللحم ديالنا. هذا ديال العام اللي فات، تبارك الله باقي مزيان. وهذا غادي نخليوه ان شاء الله حتى من بعد، وبعد غادي نحلو عليه صافي. هذاك غادي نخبعوه. وهذا ديال العام اللي فات انا شاركته معكم باش تشوفوا الطريقه وتشوفوا حتى الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه باش صوبت معكم هذا الحامض. خليتكم على خير وشكرا.